بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله العالمين. الاسم والخسارات الفادحة التي تترتب على التخاذل عن صلاة الفجر في المسجد بصفة خاصة وصلاة الجماعة بصفة عامة. المعلومات اللي هقولها دلوقتي دي معلومات هامة جدا جدا، ولا يعرفها لا يعلمها القاسم الأعظم من الناس. فأرجو أن تسمعوني بأذن واعية وصغيرة. العلماء مجمعون على تقسيم تارك صلاة الجماعة تقسيمه اسما كبيرا، وعليه الخسارة الفادحة، لكنهم مختلفون في ماهية قبول الصلاة. هل الصلاة مقبولة أم غير مقبولة؟ جمهور العلماء أن الصلاة صحيحة أخذا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: صلاة الفز في المسجد أو في جماعة خير من صلاته في سوقه أو في عمله ب27 درجة. بعض العلماء كابن القيم وابن تيمية وغيرهم قالوا: لا تصح الصلاة بدون عذر خارج المسجد، وتقع باطلة وعليه الإعادة، لا تبرأ ذمته بهذه الصلاة، لا وتقع باطلة. الإمام أحمد توقف بين الرأيين وقال: يا أيها الناس، لا تجازفوا بصلاتكم، صلوها كلها في المساجد، للأحاديث الصحيحة اللي احنا قلناها دلوقتي. أولا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث في صحيح أبي داود: من سمع النداء فلم يلبه من غير عذر لم تقبل منه الصلاة التي صلاها. قال رسول الله: ما العذر؟ قال: خوف أو مرض، خوف شديد من قطع طريق أو وحش كاسر أو مرض عضال. حتى الأعرض العضال كان لا يمنع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الذهاب إلى المسجد. كان يؤتى بالرجل منا يحمل بين رجلين يتهادى تخط رجلاه في الأرض حتى يقام في الصف. حديث صحيح. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجز لعبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه الصلاة في بيته على الرغم من كبر سنه وعماه. المشكلة بس ده كان بيته بعيد. قال رسول الله والحديث في صحيح مسلم: أنا شاسع الدار وعميت بصري ومعي غلام لا يؤلمني، أتجد لي رخصة فأن أصلي في بيتي؟ قال: لا، لا أجد لك رخصة. وفي رواية أخرى: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فلب النداء. حديث ثاني خطير جدا في صحيح البخاري وله أكثر من رواية: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم استخلف واحدا من المسلمين يصلي بالناس، ثم امر بحطب فيحطب، ثم اخالف الى اقوام فاحرق عليهم بيوتهم. وفي حديث اخر: لولا ما في بيوتي من النساء والذراري لخالفت الى اقوام فاحرقت عليهم بيوتهم. المنع الرسول صلى الله عليه وسلم من ان يفعل ذلك، ان يحرق بيوت المتخلفين عن الصلاه، الاطفال والنساء الذين ليس لهم ذنب، الموجودون في البيوت. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يفاجئ هؤلاء الناس، وأن يترك صلاة الجماعة ويستخلف واحدة من المسلمين ليذهب إليهم متلبسين ويحرق عليهم بيوتهم. وأحاديث حديث آخر صححه الألباني: لو من سمع نداء لصلاة العشاء فلم يلبه من غير عذر لم تقبل منه الصلاة التي صلاها، صلاة ما بتقبلش. عشان كده ده رأي العلماء في عدم في أو دي الخسارة الأولى التي يخسرها تارك الفجر أو تارك صلاة الصبح في جماعة. أنا بتكلم عن صلاة الصبح بالذات، لأنها أهمية قصوى وعظمى في الإسلام، ولها ثواب عظيم. الخسارة الثانية ودي خسارة فادحة جدا جدا، الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يصل إلى درجة الصحيح كسر الطرقي: بشروا المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة، في رواية أخرى: بالنور العظيم يوم القيامة. الجزاء من جنس العمل، من ينزل إلى صلاة الصبح في المسجد تعطيه الله نورا عظيما. هذا النور يعطى على الصراط الذي هو أدق من الشعرة وأحد من السيف، يضرب على علامات جهنم فوق جهنم على طول، حواليك كلاليب كشوك السعدان عامل زي الخطاطيف، بتلسع الناس وتخمشهم لتوقعهم من فوق الصراط. الناس على ثلاثة أصناف فوق الصراط: ناج مرسل أو مار مخدوش أو هاو في نار جهنم. حديث صحيح. ناج مرسل ده الحادي بسرعة جدا بسرعة البرق أو كلمح البصر كما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم. بعض الناس هيمشي بسرعة متوسطة، هيلسع ويخمش هيصل، ولكن سيصل متأخرا إلى الجنة بعد أن يلسع وهو على الصراط. الصراط ده أحد من السيف وأرفع من الشعر، فتحتي جهنم، وجهنم مظلمة شديد الظلمة، لن تستطيع أن ترى يا كف يدك نورك اللي ربنا سبحانه وتعالى يعطيه على الصراط، اللي هو نور صلاة الفجر ومع العشاء، هو ده اللي هينقذك. فأو ما أوهام في نار الجهنم. الصنف الثالث ماشي بقى بالراحة ومع ذنوب، غير أنه كانش بيواظب على الجماعة وكانش بيروح صلاة الصبح في الجماعة، فيقع في جهنم والعياذ بالله. اختر لنفسك
فيتعطى النور نورا عظيما يوم القيامه وتمر سريعا وتصل الى اعلى درجات الجنه، يتحرم من هذا النور السريع وانت على الصراط اللي هو اشد واصعب موقف يوم القيامه. الرسول عليه السلام قال الانبياء ينسون كل شيء حتى اهليهم، لا يذكرون الا انفسهم على الصراط من شده هذا الموقف. هتذكرون اهليكم يا رسول الله؟ سيده عائشه بتسال، قال الا في ثلاث مواقف، عند تطاير الكتب، وعند الميزان، وعند الصراط. اصعب موقف هتضيع نفسك وانت عند اصعب موقف وتحرم من النور العظيم وتعطى نور ضعيف، يا اما تلسع وتخمش لان الوداع صعب، يا اما تقطع والعياذ بالله وتحرم من النور العظيم. دي خساره ثانيه. الخساره الثالثه، تخسر اجر حجه تامه. صلاه الجماعه، الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث من توضا فاحسن وضوء ثم خرج من بيتي لا يخرج الا الصلاه كان له كاجر الحاج المحرم، بدايه من النفقه التي تدفع كثمن الحج مرورا بكل المناسك، كل ده هيكون في ميزانك يوم القيامه. تخسر كل هذا خساره كبيره جدا جدا. الخساره الرابعه، تخسر قيام الليل بحالها، صلاه الصبح في جماعه بقيام الليل بحالها. عشان كده سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول لان اصلي الصبح في جماعه احب الي من ان اقوم ليله كامله. عارفين ليله كامله يعني ايه؟ يعني واقف على رجليك من بعد صلاه المغرب لغايه صلاه الفجر لم تفطر عن الصلاه لحظه واحده، 10 ساعات او 9 ساعات لم تفطر لحظه واحده. ال 10 ساعات دول ما يساووش 10 دقائق بتوع صلاه الفجر في الجامعه. شوف الخساره الفادحه. تخسر رؤيه رب العالمين في الجنه مرتين في اليوم، ولا ترى الا ربما على اغلب الاحوال مره واحده في الاسبوع فقط. شوف الحديث ده حديث خطير وصحيح باجماع العلماء. انكم سترون ربكم يوم القيامه كما ترون هذا البدر في السماء لا تضامون في رؤيته، فان استطعتم الا تغلبوا على صلاه قبل شروق الشمس وقبل غروبها فافعلوا. العلماء قالوا في تفسير هذا الحديث اننا سنرى الله سبحانه وتعالى مرتين، مره في صلاه الصبح في الجامع في وقت شروق قبل الشروق في وقت صلاه الفجر، ومره ثانيه بالليل في صلاه العشاء. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ان اهل الفردوس الاعلى لا يرون ربهم مرتين كل يوم، واهل الدرجات الادنى لا يرون ربهم مره كل اسبوع. دي خساره كبيره جدا جدا جدا. لم تصل الى الفردوس الاعلى وبالتالي تحرم رؤيه رب العالمين مرتين في اليوم، ما تشوفش مره واحده بس في الاسبوع. لتكاسلك وتخاذلك عن صلاه الفجر في جماعه. لتكاسلك وتخاذلك عن صلاه الصبح في جماعه. خساره كبيره جدا جدا، لان رؤيه رب العالمين في الجنه دي اعلى المقامات، دي اعظم من الجنه نفسها، دي امتع من الجنه نفسها. للذين احسنوا الحسنى وزياده، ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذله اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون. سوره يونس. العلماء قالوا في تفسير قول زياده انها اللي هي رؤيه رب العالمين في الجنه اللي هي افضل من الجنه. لك ان تتخيل لو ان واحده من الحور العين نزلت الى الارض لطمس نورها نور الشمس كما تطمس الشمس نور النجوم. ما بالك بقى بنور رب العالمين؟ كان واحده من الحور العين لو نزلت الشمس تختفي ما تبانش في النهار زي ما الشمس بتخفي النجوم. يبقى نور ربنا عامل ازاي؟ وهتخسر كمان النور اللي انت هتاخده من ربنا سبحانه وتعالى لما يتجلى على عباده هم في الفردوس الاعلى مرتين في اليوم وانت محروم في الدرجات الادنى. هتحرم من النور اللي انت هتاخده من ربنا. عشان كده اهل الفردوس الاعلى واحد منهم لما يطلع من قصره بيرى نوره من مسيره 1000 عام. بيبقى عامل زي نور انفجر في السماء، فاهل الدرجات الادنى هيشوفوا هيقولوا ده في واحد من المقربين طلع من قصره. شوف بقى صوت الفجر بتعمل ايه؟ طبعا نور عظيم. يعني انت ربنا سبحانه وتعالى بيتجلى عليك مرتين في اليوم، انت بتبص عليه وبتاخد من نوره، تبقى عامل زي الشمس. وتذهب الى زوجتك في القصور فتطلب منك ان تواقعها من شده جمالك وبهائك ونورك. فتخسر هذا النور ولا وتحرم من رؤيه رب العالمين والتمتع بنوره والاخذ من هذا النور في الفردوس الاعلى. الخساره اللي بعد كده، تخسر جيره الله. حديث واضح. يقول عليه السلام اي الحديث صححه الالباني. اين ينادي يوم القيامه سبحانه وتعالى رب العالمين يوم القيامه يقول اين جيراني؟ اين جيراني؟ فتقول ملائكته يا رب من ينبغي له ان يجاورك؟ فيقول اين عمار المساجد؟ عمار المساجد المواظبين على خمس صلوات في الجامع. ما بيقدروش صلاه الفجر في الجامع، هم دول عمار المساجد. وبالتالي جيرة الله جيران الله سبحانه جيران الله سبحانه وتعالى هم اهل الفردوس الاعلى، لان الجنه 100 درجه اعلاها الفردوس الاعلى ليس فقها شيء العشر الرحمن. هم المقربون اقرب ناس العشر الرحمن. تخسر القرب من الله سبحانه وتعالى، تخسر السبق الى الجنه، السابقون السابقون اولئك المقربون. السابقون هم السابقون الى الجمع والجماعات كما قال جمهور العلماء في تفسير هذه الايه. وبالتالي تحرم تنزل تحرم من جيرة الله وتبقى في الدرجات الادنى. تحرم من ذمه الله. الحديث صحيح مسلم من صلى الصبح في جماعه فهو في ذمه الله، اي في كنف الله ومعيه الله. قال العلماء في تفسير هذا الحديث الذي لا يصلي الصبح في جماعه، وده حديث صحيح مسلم وده مذهب الامام مسلم وكثير من العلماء، ليس في ذمه الله اي ليس في كنف الله ومعيه الله، وبالتالي هو معرض لاي مصيبه اي حادثه. لذلك كثره البلايا والحوادث بسبب تقصير الناس عن الصلاه المشهوده في صلاه الفجر في المسجد. فبالتالي
تنزع البركه طوال اليوم ويكون ليس في معيه الله، وبالتالي تحصل له حصه عربيه، تحصل له حصه قطار، يسفه على انسان جاهل، يخسر فلوس، تحصل له مصيبه، اي حاجه. خساره كبيره جدا. الخساره الاخيره عطيه من اعظم العطايا في الفردوس الاعلى. تخسر تخسرها وانت في الدرجات الادنى. شوف بقى، شوف الخساره الفظيعه دي، وده يوريك قد ايه ربنا سبحانه وتعالى هيخص اهل الفردوس الاعلى باشياء لن يعطيها لاهل الدرجات الادنى، لاهل الدرجات الادنى. الحديث عن الحسن رضي الله عنه، حسن بن علي، عن علي بن ابي طالب، والحديث صحيح بكل طرقه، عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان في الجنه لشجره يقال لها طوبى، يخرج منها حلل صفراء وبيضاء، ويخرج منها خيول ذهبيه مسرجة بالدر والياقوت، لا تبول ولا تخوض، خطوها مد البصر، لها أجنحة يطير بها أهل الجنة حيث يشاؤون. فيقول أهل الدرجات الأدنى: يا رب بما أعطيت إخواننا ما لم تعطنا. فيقول رب العالمين: إنهم كانوا يصلون بالليل وكنتم تنامون، إنهم كانوا يصومون وكنتم تأكلون، إنهم كانوا يتصدقون وكنتم تبخلون، إنهم كانوا يقاتلون وكنتم تجبنون. شوف ربنا بدأ بإيه؟ بدأ بصلاة الليل، صلاة التهجد، دول كانوا بيصلوا، ما بالك بقى بصلاة الفجر اللي هي اسهل من صلاه التهجد. ما هو اللي بيصلي الفجر اللي بيصحى يصلي في الثلث الاخير من الليل طبيعي هينزل يصلي الفجر. يبقى ما بالك بقى باللي بيروح من صلاه الفجر، هيحرم من يحرم من ايه؟ خيول ذهبيه بتطير بسرعه البرق مسرجه بالدر والياقوت، خطوها مد البصر، يعني خطوه واحده منها مد بصر ولي الله في الجنه، يعني بسرعه البرق، يعني اشبه بالبراق اللي الرسول صلى الله عليه وسلم عرج به الى السماوات السبع، اعظم بكثير من بصوت الريح اللي كان عند سيدنا سليمان الذي كان يطير به فوق ملكه. خسارة كبيرة جدا. انا لك ولله المثل الاعلى، واحد عنده طيارة خاصة وواحد ماشي على رجليه، شوف الفرق بينهم. طب ليه؟ ليه تضيع كل ليه تخسر كل هذه الخسارات؟ ليه تخسر الفردوس الاعلى؟ تخسر النور العظيم على الصراط؟ وتخسر العطايا؟ تخسر خيام ليلة بحالها وتخسر اجر الحجة؟ ليه؟ ستندم اشد الندم يوم القيامة انت على الصراط عندما تحرم النور العظيم. لان ربنا سبحانه وتعالى ان يساوي بين المجتهد المحافظ على الجامعات والجمع والمحافظ والمقصر ابدا. فيا ريت كلنا نتقي الله سبحانه وتعالى. انا هكتب الكلام ده كله تحت الفيديو. واقسم بالله العظيم ان الذي يضيع صلاه الفجر في جماعه هيندب اشد الندم يوم القيامه. اللهم بلغ، اللهم فشل. هكتب الكلام ده كله تحت الفيديو، يا ريت تنسخوه وتنشروه على مواقع التواصل الاجتماعي، لان كثير جدا من الناس لا يعلم هذا، ونشر هذا العلم فيه ثواب عظيم. من علم علما فانه اجر من عمل به ليوم القيامه. لا انقذ ذلك بوجودي بشان اقول قولي هذا، استغفر الله لي.